على الطريق القديمة بين مكة المكرمة وجدة، وعلى بعد نحو 25 كيلومتراً عن المسجد الحرام، هناك منطقة تعرف اليوم باسم الشميسي، جرى فيها حادث فاصل في تاريخ الإسلام، وهو صلح الحديبية الذي عقد بين المسلمين وبين قريش. وفي هذه المنطقة أقيم مسجد يحمل هذا الاسم إحياءً لذكرى هذا الحدث التاريخي الكبير. صلح الحديبية عقد في شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة، بعدما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 1400 من المسلمين، وتوجهوا نحو مكة المكرمة قاصداً بيت الله الحرام لأداء العمرة، ولبسوا ملابس الإحرام ليؤكدوا لقريش أنهم يريدون العمرة ولا يقصدون الحرب. لكن قريشاً عندما علمت بمقدمهم جمعت الجموع لمقاتلتهم وصدهم عن البيت الحرام. نزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هنا في الحديبية، وأرسل عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أن المسلمين لم يأتوا لقتال بل لأداء العمرة، لكن عثمان احتبسته قريش فتأخر في الرجوع إلى المسلمين فظنوا أنه قتل. وعندما أيقنوا أن قريشاً تريد الحرب بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كانت هنا على الثبات، وهذه هي بيعة الرضوان التي أصبحت من أهم المحطات في تاريخ الدعوة الإسلامية، ونزلت بشأنها آيات من القرآن تثني على الصحابة الذين بايعوا النبي. وفي هذه المنطقة مسجد آخر يعرف بمسجد الرضوان تخليداً لذكرى هذه البيعة. خشيت قريش من مواجهة المسلمين فأرسلت مبعوثاً يتفاوض مع النبي، وتم الاتفاق هنا في الحديبية على عقد صلح ينظم العلاقات بين الطرفين ويمنع الحرب بينهما لمدة 10 سنين، وأن يعود المسلمون ذلك العام على أن يدخلوا مكة معتمرين في العام المقبل. ورغم مخاوف بعض المسلمين من نتائج هذا الصلح، إلا أن آثاره كانت عظيمة على المسلمين الذين أصبحوا طرفاً مهماً تحسب له القبائل والقوى المحيطة ألف حساب. المعالم التي أقيمت في موضع هذه الأحداث بنيت لعبادة الله ولكي تكون ذكرى لتلك الأحداث العظمى في تاريخ المسلمين، ويسعى زائرو هذا الموقع إلى تحقيق هذه المعاني الكبيرة وتذكر الوقائع التي جرت هنا وتبيان آثارها العظيمة على الإسلام والمسلمين.